هذا الموقع الذي يتكون من جزئين، اللي هي المنشآت المائية الخارجية والتي تتكون من بئر ماء والساقي وخزان يعلو البئر، حيث يتم تزويد الجزء الآخر وهو قاعة العرش والحمامات من المياه من خلال أنابيب فخارية. يعتبر قصير عمرة تحفة فنية رائعة، قد بني في الربع الثاني من القرن الثامن الميلادي في الفترة الأموية، وجاء بناؤه بالقرب من وادي البطم، هذا الوادي الطبيعي المميز والهام والذي يحتوي على أشجار البطم المعمرة والذي تعود لمئات السنين، حيث يمتد على مسافة 21 كيلومتر. يعتبر قصير عمرة من أهم مواقع قصور الصحراوية في البادية الأردنية، وقد أدرج على قائمة التراث العالمي في عام 1985، لما تحتويه جدران القصر من رسومات جدارية تمتاز بالفريسكو، وهي رسومات زيتية على أرضية من الجص، وقد اشتملت هذه الرسومات على مناظر للصيد ومناظر للحياة العامة وللحمام، كما اشتملت على مشاهد سياسية لبعض الملوك والحكام الذين كانوا يحكمون إبان الدولة الأموية، كما حملت بعض الجداريات صورة لمشاهد الصيد باستخدام الكلاب البرية أو باستخدام الرمح، وكذلك لمشاهد من الحياة الطبيعية كمراحل بناء القصر. الآن موجودين في القسم الآخر، والقسم لقاعة الاستقبال، والتي تتكون من قاعة استقبال تنتهي بحنية العرش، تتوزع على يمينها وشمالها غرفتين أرضيتها من الفسيفساء. هذه قاعة العرش اللي احنا موجودين فيها، جدرانها مزينة بلوحات جدارية من الفريسكو، هذه اللوحات حملت مناظر الحمام، مناظر الصيد، مناظر سياسية ومناظر من الحياة الطبيعية. ونظرا لأهمية هذه الرسومات وكثافتها وكميتها الموجودة في هذا الموقع، تم إدراج هذا الموقع على قائمة التراث العالمي في عام 1985. وتنتهي كذلك قاعة الاستقبال إلى حمام يحتوي على ثلاث غرف، هي غرفة غيار الملابس والغرفة الدافئة والغرفة الساخنة. وأهم ما يميز الحمام هو وجود القبة السماوية أو القبة الفضائية التي تحتوي على الأبراج السماوية، وهي أول محاولة لرسم هذه القبة على شكل غير مسطح كما جرت العادة سابقا. وكذلك يتم إيقاد النار لتسخين المياه عبر غرفة خارجية يتم تزويدها من الحطب اللي كان موجود في هذه المنطقة لتسخين المياه في الحمام. ومن هذا الموقع الأثر الهام، ونظراً لما يمتاز به من مميزات تاريخية وأثرية وهندسية وفنية، أدعو كافة المواطنين لزيارة هذا الموقع وتشجيع على السياحة الداخلية ومساعدتنا في حماية إرثنا الثقافي.